وبالعودة إلى الخبير العسكري سيرة العقيد عادل عبد الكافي. سيرة العقيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم. أهلا وسهلا بك سيرة العقيد. يعني كنت سألتك قبل قليل أن يعني قوات الجيش سيطرت على نقاط مهمة كانت تستعملها ميليشيات مجرم الحرب حفتر لإمداد ميليشياتها بالمرتزقة والعتاد، بداية من مرصيد بداية من الشويرف جنوبا وصولا إلى مرصيد شمالا ومرورا بنسمة والقريات. ما تأثير هذه النقاط التي سيطرت عليها قوات الجيش الليبي في سير المعارك؟ تكمن أهميتها طبعا في تأمين المنطقة الغربية وجنوب العرب لوصول أي إمدادات لبقايا عصابات الكرامة وميليشياتها في المنطقة الغربية. لا زالت هنالك طبعا بالتأكيد بعض الجيوب المتواجدة في المنطقة الغربية، وكذلك نقول في مناطق جنوب العاصمة. هذه طبعا العصابات أو هذه الميليشيات طبعا نحن أشرنا سابقا بخصوص ملاحقتها وأيضا انتزاع الأسلحة منها وعدم إعطاء لها المساحة نقول بتمركز في أي منطقة في يعني في المنطقة الغربية، في أي منطقة أو في نقول في أي قرية أو في أي مدينة لابد من أن يكون هناك خطة لنال سلاح هذه العصابات، كذلك القبض على كل من شارك في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، نظرا لنقول العمليات السابقة التي ترتب عليها قتل أبرياء ومدنيين. طبعا من الأهمية طبعا السيطرة على هذه الطريقة التي تمتد إلى ما يقارب عن 350 كيلومتر لقطع أي شريان تتغذى من هذه العصابات. كذلك نشير أن فصيل طارق درمان هذا فصيل عدم السماح له بالعودة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية ولا حتى الشرطية، كان على صعيد صبرادة صرمان جيلات أي كذلك غريال وغيره والأصابع، عدم السماح لهذه المجموعات التي لا زالت تحمل السلاح وتعتبر الشعب الليبي عدو لها وتقوم بقتله. طبعا أيضا السيطرة على هذه الطريق بالتأكيد سيؤمن العمليات باتجاه نقول خط الدفاع الأخير لميليشيات الكرامة سرت الجفرة، لأن هناك طبعا عملية يتم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة جدا وأيضا بالسلاح الجوي الليبي المتمثل في الطيران المسير لنقول تطهير مدينة سرت وكذلك السيطرة على قاعدة الجفرة التي بالتأكيد بعد سقوط هذه المعاقل الأخيرة أو خط الدفاع الأخير سيكون هنالك الوصول والسيطرة على الموانئ النفطية والحقول النفطية، لأن كما أشرت هي نقول بسقوط هذين المكانين أنت سيطرت على الموانئ النفطية والحقول النفطية في حالة عدم نقول رفع يد ميليشيات الكرامة عن هذه المواقع الحساسة. نعم نعم. سيرة العقيد، كيف تقرأ سير المعارك في الأيام القادمة باعتقادك؟ طبعا في ظل التعزيزات التي دفع بها الآن إلى خط المواجهة سرت الجفرة، طبعا إعداد خطة عسكرية كاملة لتحديد نقول المحاور، كذلك خط النار ما بين قوة الجيش الليبي والقوة المساندة وميليشيات ومرتزقة كرامة. بالتأكيد طبعا معركة الجفرة لم تعد معركة فقط نقول ما بين أطراف ليبية، هي معركة ما بين نقول دول ودول لها يعني مصالح. هذه الدول نقول لو في حالة أن حد خفر عدة المواجهة من الطرف مرتزقة وكذلك من شيئة الكرامة، هذا سيشير بمنتهى الوضوح إلى انسحاب مرتزقة فاغنا الذين يشكلون قوة ضاربة في ميليشيات داخل ميليشيات الكرامة بعد أن تضمن روسيا مصالحها، لأن هؤلاء المرتزقة هم يمثلون الأذرع الخلفية لروسيا التي لا زالت تبحث عن مصالحها في ظل طبعا وعود سابقة أعطاها خليفة حفتر لروسيا بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية، كذلك إعطائه مزيد من المصالح أو الاستثمارات داخل الأراضي الليبية وموقع جغرافي هام. طبعا الآن نجد أن حلف الناتو بدأ يؤيد الخطوات التي أو الاتفاقية التي أبرمتها دولة ليبيا مع دولة تركيا وكذلك الدور التركي داخل الأراضي الليبية، والذي ساهم حقيقة في نجاح العملية العسكرية ضد المرتزقة الروس وكذلك الأفارقة المتمثلين في جنجويد والمرتزقة وكذلك الإمارات من خلال غرفة العمليات التي تقودها في قاعدة الخادم وكذلك في قاعدة الجفرة. طبعا نقول
الناتو الآن مثل ما أشرت هو يدعم هذه الخطوة لأن التواجد الروسي يشكل خطر على نقول أوروبا أو على جنوب أوروبا أو أيضا شمال المتوسط. فلذلك طبعا من الأهمية الاستفادة من هذه الاتفاقية لفرض السيطرة على الرقعة الجغرافية لليبيا ككل، ليس فقط المنطقة الغربية أو المنطقة الوسطى، لأن في ظل استمرار وجود خليفة حفتر لن يتوانى عن جلب المزيد من الدعم وإثارة الصراع داخل الأراضي الليبية، لأن هذا الرجل يعمل على مشروع كبير وهو مشروع خارطة الدم الذي الآن نرى نتائجه من أحقاد وما بين أبناء الوطن الواحد. كذلك خارطة الدم تتمثل نقول في جرائم الحرب والمخابر الجماعية التي نراها الآن في مدينة ترهونة وأعداد الجثث الكبير جدا الذي نقول قامت به هذه العصابات، لأن هذه العصابات تنتهج نهج خارطة الدم من خلال نقول القتل والإرهاب وأيضا التصفية الجسدية. رأينا ذلك في بنغازي وفي درنا من خلال دراعهم المتمثل محمود الوفالي المطلوب بجنية دولية، وكذلك كتائب الدم وأيضا الكتائب الدم التي أنشأها خليفة حفتر. فلذلك لابد ما أن يتم هزيمة مشروع خليفة حفتر نهائيا حتى نتفقد الحكومة أن تفصل سيطرتها على ليبيا ككل. نعم، أشكرك سيرة العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.